السلام عليكم. هنتكلم في حياتنا النهاردة ان شاء الله عن الحلقة 28 من الموسم الرابع لمسلسل الحفرة. الحلقة كانت قوية جدا وكانت ممتعة لأقصى درجة، وزي ما توقعنا والحمد لله كل حاجة حصلت زي ما توقعنا بالظبط حتى القفلة. ليه كل حلقة بقول الجملتين دول؟ عشان لو انت جديد معانا واول مرة تتفرج على القناة تعرف ان انت في المكان الصح، واننا بفضل الله بنتوقع كل مشهد بيحصل وكل حدث بيحصل في الحلقة وبدون الاستعانة باي تسريبات، بمجرد تحليل فقط لغير. فزي ما قلت الحلقة كانت قوية وحماسية جدا، ولكن هبدأ يعني بجدارية وبمشهد انا شايف ان هما مهمين جدا ومن اهم احداث الحلقة. الجدارية كانت بتقول: ما نراه هما الآن سنمحيه عن الوجوه قريبا. ركز معاه في الجدارية: ما نراه هما. في آخر الحلقة بيظهر مشهد والعم بيشوف مشاهد إفسون إنها هي اللي تسرق الصيدلية، وبيقول للنديم: أنت عارف مين دي؟ دي هم يا ماش. فهل ده إسقاط كبير جدا على موت إفسون القريب؟ طبعا هو قال له ده هم يا ماش وفرصتنا وخلاص، يعني مفيش بعد بقى تفجير المخدرات اللي ماش عملها للعم، اكيد العم هيعوز يرد ويرد بقوة. فيعني ايه بقى بعد ما لقى مكان، معرف ان افسون موجودة في الحفرة وهو طبعا يعني خلاص مسيطر على الحفرة بجميع كل حاجة فيها، فهنا بقى ممكن يكون ده بالفعل اسقاط كبير جدا على موت افسون الوشيك. وطبعا كنا شفنا ان الاغنية لما بتتغنى في كل حلقة بتغنى يعني 3 مرات لحد دلوقتي، دي المرة التالتة. فأول مرة كمال مات وبعدين سليم مات، ودلوقتي يا ترى مين اللي هيموت؟ هل هنشهد موت إفسون الحلقة اللي جاية مثلا؟ أيا كان أنا من رأيي ومن توقعاتي إن دي إسقاط صريح جدا على موت إفسون في الحلقات القادمة، أو على الأقل هتبقى في خطر كبير جدا لدرجة الموت وممكن بالفعل تموت. طبعا يا مشرب بالبرتقال في الآخر، هو يعني ده مش برتقال صريح الصريح يعني، ولكن أيا كان يا مش بعيد عن كل التوقعات دلوقتي. فلو يا مش هيموت فتبقى ده بعد يعني اكيد اخر مشهد في الحلقه، مفيش حاجه غير كده يعني، لان يا مش هو اساس المسلسل. فخلينا ايه نبعد الكلام عن يا مش وعن توقعات يا مش نهايه دلوقتي خالص، لان ده لسه بدري جدا عليه. طبعا شفنا ادمان افسون مأثر عليها ازاي، ولكن هل ممكن العم يستغل الادمان ده في موتها؟ هل ممكن ان هو ما يموتهاش بشكل صريح مثلا، بحيث ما يبانش قدام مثلا فرطول وقدام الحفرة ان هو قتلها، ولكن ممكن يقتلها عن طريق الادمان ده، ان هو يمدها بالمخدرات فتموت مثلا اوفر دوس ولا حاجة جرعة زائدة؟ برضو ده احتمال من الاحتمالات الواردة، ولكن بكل الاحوال انا شايف كل الطرق بتؤدي لموت افسون للأسف. بروفيسور الدكتور عليشو، طبعا مشاهد عليشو كانت مؤثرة جدا، وبالاخص مشاهده مع العم مجاهد. وطبعا كلنا شفنا ان عليشو خبى كتاب وقال الكتاب ده مهم جدا، فهل ده اسقاط على الكتاب اللي هو كان فيه سر مريحة؟ لو بالفعل كده فده هيبقى خطأ كبير جدا في المسلسل، لان هو يعني كان قال للعم مجاهد ان هو عانوا تحت كرسي في بيت، والبيت وهم راحوا شافوه البيت كان متهد تماما، فازاي الكتاب ده هيظهر؟ ما تقوليش ان هو مثلا هيروح يبحث في الحطام ويطلع الكتاب ويلاقيه من الحطام وبعدين يعينه في كده، فانت لفت لي لفه كبيره جدا، ممكن ده هيبقى خطا يعني، لان من الصعب جدا ان الكتاب ينجو بعد ما حطموا البيت ودغدغوه. ولكن من الظاهر ان الموضوع ده هو الكتاب اللي حط فيه الجواب بتاع سر مليحه. فيعني دلوقتي انت لو هو بالفعل، فانت ليه ما تدوش لي يا ماش في ظل ان العم خلاص فقد الذاكره، وانت عارف ان اللي فيه ده حاجه مهمه وهو عايز يا ماش يعرفها، فايه لحد دلوقتي ما وديتهاش لي يا ماش؟ وفي نفس الوقت ازاي الكتاب هينجى من الحطام اللي حصل وان البيت اتهد؟ ففي تساؤلات كتير حوالين الناحيه دي، ولكن مستحيل ان هم يجيبوا المشهد ده بدون سبب وبدون مغزى، فاكيد الكتاب ده وراه لغز ومفيش اي حاجه بتدعي يعني، مفيش اي حاجه في الاحداث مستدعيه كتاب غير سر مليحه والسر الورقه اللي موجوده اللي هو قالها العم ان هو عنها جوه كتاب. فيا ترى ده هيبقى بالفعل ده اللي حصل؟ لو هو الكتاب يبقى لازم يبرر لنا ازاي الكتاب نجا من تحت الحطام يعني خلاص البيت كان اتهد تماما يعني. ممكن يكون ان هو على مدار السنتين مثلا اللي القفزه الزمنيه حصلت فيهم دور على الكتاب. طب هو كان بيدور على الكتاب ولا بيدور على ياماش؟ مشاهد افسون وياماش مؤثره جدا جدا، وافسون ادتها باتقان رائع، فهي كانت نجمه الحلقه في الاداء بصراحه يعني. يعني يعتبر مشهدين وهي في البيت وهي في اللي هم حابسينها عشان يخرجوا المخدرات من جسمها،
أدت بطريقة يعني مؤثرة جدا جدا، فهي ممثلة شاطرة جدا. والناس اللي كانت دايما بتقارن ما بين إفسون وما بين سنة وما بين نيهير، كنت أنا دايما في ردودي بقول إن إفسون أكتر واحدة خدت حقها تمثيليا، خدت مساحات للتمثيل، خدت مشاهد للإبداع. فسنة كان كل معظم مشاهدها عادية، سنة طولت شوية عن إفسون، ولكن مجال دور إفسون مديها الإبداع. فهي دلوقتي تعتبر يعني عاشت حياتين، الحياة الرفاه الترفيه الجامد وأدت فيه وكانت مقنعة تماما، وبعدين حياة الإدمان وتقريبا أنها خلاص مسيطرة عليها، فأدتهم هما الاتنين بطريقة تحس إن هما يعني حاجتين مختلفتين، ولكن أدتهم زي ما قلت بطريقة رائعة جدا جدا. فبصراحة المسلسل من ناحية الأداء كله في الطب كده، بصراحة كله قايم بدوره على أكمل وجه. أردت رؤية وجهك وانت بتقولي إن ياماش رجع، جملة جلاسون قالها لقرجة يعني خلاص بتدل إن قرجة متضايقة إن ياماش رجع، وإن هي مقتنعة اقتناع تام بالعم بسبب التغيرات اللي حصلت في شخصيتها، فهي مرتاحة وهي كده بالفعل. وطبعا كلنا شفنا المشاهد ما بين جلاسون وما بين ميكي، هو بيقول له إزاي هنظر في وجه ياماش وأقول لفارتولو، هقول له إيه؟ هقول له فارتولو رماني قدام. وده برضه بيبرر إزاي ميكي يقبل إيد العم، وهو إن هو اللي جوزه بفدان، فيعني خلاص يعني أنت مدين للعم بقى. فارتولو قال له خلاص قبل ايده بقى. ولكن طبعا شفنا ياماش بذكاء كبير جدا بيحتويهم وبيحضن جلاسون، وبالفعل بيجتمعوا مع بعض وبيجتمع مع ميكي، ودي حاجه مهمه جدا جدا. فهو ياماش بيكسبهم تاني، يعني بيقول لهم لا، هو دلوقتي كل الرجاله الحفره محروقين ومكسوفين ياماش، ومش عايزين يوروا له وشه من الكسفه. فلا، فده بيقول لهم لا انا موجود وانا مسامحكم، وارجعوا عشان يقفوا معاه ويساندوه في حربه ضد العم، لان بالفعل بدأ التمرد. ويا شفنا الجدارية اللي كتبت واتمسحت واتكتبت تاني. فتخيل كده معايا التمرد والعم الاتنين اتمسحوا، ولكن فضل ايه؟ الحفرة. فالحفرة هتفضل دايما موجودة، وده برضو اسقاط ان الحفرة مش هتتهد وهترجع تاني لأصلها، وهتفضل هي موجودة. فكل المؤثرات اللي بتحصل عليها هتتمحي، زي ما اتمحى كلمة تمرد وزي ما اتمحى العم، فالاتنين هيتمحوا وهينتهم، ولكن الحفرة هتظل موجودة وهتفضل موجودة. جمالي لما افتكر سليم هما بيرقصوا الدبكة وقعد متأثر كده وقام أقن داخل، كان مشهد رائع جدا برضه وعجبني جدا. وجمالي صراحة أداؤه برضه رائع، فزي ما قلت أنا معرفش أعلق على الأداء تاني، لأن الأداء من كل الناس التوب يعني. لكن واضح جدا إن كلهم خايفين من العم بطريقة كبيرة جدا، طريقة مستفزة، فلدرجة سلطان ترقص معاه. بس واضح جدا ان سلطان يعني ما فيش جواه حب للعم تماما، يعني كده ما كانش فيه اي علاقة ما بين سلطان وما بين العم نهائي، واضح من رياكشنات سلطان. فهي حتى رغم وجود ولادها وردود فعل جمال اللي كانت خلاص ورماش ان هم كانوا هيقوموا ياكلوه، فايا كان ده كان هيبقى مثلا معاه في العربية، كانت هتدي رد فعل انها مثلا حبته، انها ما صدقت، زي ما هو كده واضح عليه الحب، واضح ان هو ما صدق. وكان هو اصلا خد خطوه، لو كان في بينهم علاقه كان خد خطوه معاها وكان وضحهم، ولكن واضح جدا انها مش طايقاه. وخصوصا اول ما جاب سيره ادريس لما قال لها يعني انا بهدلت الدنيا، وهم لحظه الختان بتاعته، ولكن ادريس ما بكاش حتى، تلاقيها ارتاحت كده وبان على وشها الحب. لا، اللقطات دي بتبان، وهي سلطان برضو وضحت جدا لانها اداءها التمثيل رائع، فكان واضح جدا الفرق ما بين المشهدين. فمستحيل هي يكون ليها اي مشاعر ناحية العم نهائي، هي مجرد خايفة على اولادها، ولكن العم هو اللي بيحبها وبيحبها يعني حب شديد جدا، والحد عشان كده لحد دلوقتي ما اتجوزش. نيجي لاخر حاجة، واللي يعني ايه، طبعا احنا توقعنا ان هو ده اللي هيحصل، ولكن الطريقة دي كانت يعني في اكونت اسمه مي، انا قلت ان انا اقول اسمها في الحلقة، هي الوحيدة تقريبا اللي قالت التوقع ده بشكل صحيح يعني بالظبط، يعني وقيته من زمان جدا بعد نزول الحلقة، يعني قبل حتى، انا معرفش اذا كان ده المشاهد الحاجات دي اتسربت ولا لا. وبصراحة انا ما فكرتش فيه، ما اديتش اهتمام اول الخطة، فلكن هي يعني مجهودها رائع وتشكر على التحليل ده. وهو انها قالت ان هما هي يعني اللي هيتفجر مخدرات العم بدل
المازوت يعني. وبالفعل يا ماش ده حصل، فهو غير مسار العربيات بخطة ذكية جدا، أدت إلى إن العم فجر مخدراته، العم فجر بضاعته، وهو يا ماش ما عملش أي حاجة، مجرد خطة ذكية جدا. وحشتنا الخطط اللي بتحصل. فبصراحة يعني الحلقة كانت رهيبة، الحفرة بدأت ترجع واحدة واحدة، حماس الحفرة بدأ يرجع واحدة واحدة، مود الحفرة بدأ يرجع واحدة واحدة، فكلنا شفنا الخطط بدأت ترجع تاني واحدة واحدة، يبدأ المشاهد ترجع. طبعا هيستفيدوا من بلال، أكيد هياخدوا منه بقى عربيات وسلاح وكده، مع إن ياماش بدأ يضم ليه جيلاسون وبدأ يضم ليه رجالة تاني تثق فيه وترجع. مع التمرد اللي بيحصل من الحفرة كلهم هيبدأوا يتجرأوا على العم في وجود ياماش ووجود جوماني اللي رجع تاني لسابق عهده. فأنا بصراحة زي ما قلت احنا خلاص قدام بقى ايه عودة الحفرة السابقة عندها تاني. فالحلقات الجاية بقى ايه هيبان التمرد اكتر واكتر، واحدة واحدة بالتدريج هينهوا العم. فالحلقة الجاية هتبقى متمحورة حوالين رد فعل العم على اللي حصل والتفجيرات، ورد فعل الفار طوله، مع التحديات بقى ان ياماش هيبدأ يتجمع بجلاسون وبتاعه ويبدأ يحط خطط عشان خاطر يرجع كده، مع مشاهد بينه وبين افسون، مشاهد يعني هتبقى دراميه برضو مؤثره جدا، مع خطط بقى العم ناحيه افسون. افسون هتبقى بخطر كبير جدا الحلقات اللي جايه. ده كل اللي اقدر اقوله دلوقتي عن الحلقه 28، عن توقعات الحلقه 29 المبدئيه تماما. فان شاء الله بقى نزول اول اعلان هنبدا نعمل زي كل حلقه ونبدا نحلله واحده واحده، ونبدا نتوقع الحلقه اللي ان شاء الله بعد الاعلانين بنبقى خارجين منها. يعني في مثلا عندنا زي المصريين كده في مصر بنقوله ان هو يعني هجيب لك الحلقه من الكنترول من الاخر. فبعد ما نخلص تاني اعلان تكون الحلقه كلها تفاصيلها معانا كلها من تحليل الاعلان فقط لا غير، حتى القفله بنتوقعها صح. بس ده كل اللي اقدر اقوله عن الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت تقولوا رايكم ايه في الحلقه 28 من الكومنتات، وتقولوا رايكم في الحلقه دي ايه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.